أي سؤال حيطير بقت مشكلة. نشوف موضوع السؤال إيه. شكراً يا زياد، اتفضل مكانك. رياضة، سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20 نقطة. لو الإجابة صح المباراة حسمت، لو الإجابة غلط هنستنى السؤال الأخير لجامعة قناة السويس. رياضة، والسؤال هو: من هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم حتى عام 2021؟ نضاي مولمبا الكونغولي. نضاي مولمبا، هشام حسن. 9 أجوان بطولة 74 اللي كونغو كسبتها، كانت في مصر. هشام حسن تستحق الـ20 نقطة، إجابة صحيحة. فازوا في النهائي على مين؟ على زامبيا. على زامبيا. الأول الماتش اتلعب 2-2 وهو اللي سجل الهدفين، وتعادل الماتش وكسبوا 2-0 وهو اللي سجل برضو الهدفين وسجل ضدنا في نص النهائي. هشام برافو عليك، 120 نقطة، حسمت النتيجة لصالح جامعة دمياط. ألف مبروك جامعة دمياط، صدارة المجموعة الثالثة، العلامة الكاملة 9 نقاط. جامعة قناة السويس، ألف مبروك، المركز الثاني في المجموعة الثالثة لجامعة دمياط. عبد الرحمن، آخر سؤال عبد الرحمن والسؤال الأخير لجامعة قناة السويس. جوكر لجامعة قناة السويس، تحبوا تتسألوا فيه؟ رياضة. سؤال في الرياضة، رياضة، والسؤال هو: من هو أول إيطالي يحصل على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لكرة القدم موسم 2005-2006؟ لوكا توني. 31 هدف مع مين؟ فيورنتينا تقريبا. إجابة صحيحة. هشي نقطة لجامعة قناة السويس، 115 جامعة قناة السويس، 120 جامعة دمياط. مش عايز أزعلكم، بس عايز أقول لكم على حاجة مهمة. اللي حصل في الفقرة الأولى والريسك اللي اتاخد الغير محسوب هو اللي عمل فرق النتيجة معه، ولكن مش مشكلة، إن الطريق كله صعب، واللي هيلعب على البطولة لازم يبقى مستعد لأي جامعة تانية، صح ولا غلط؟ النهاردة عندنا 2 أفضل لاعب، ندى ناجي وهشام حسن، بـ50 نقطة كل واحد.